صباح الخير كل مشاهدين عبر قناة الهلال الفضائية، وصباح جميل عليك يا معز وعلى كل الزملاء الموجودين في استوديو الموج الأزرق. بنتواصل من الشارع العام نتيجة مباراة أمس بين الهلال والمريخ، مباراة القمة اللي انتهت 2-0 والهلال طلع منها مهزوم، ويمكن آراء كثيرة، يعني معسكر الهلال، الأداء، النتيجة، التشكيلة، الشارع العام فيه آراء مختلفة. مع بعض هنشوفها هنتعرف عليها. صباح الخير عليك. صباح النور عليكم وعلى الشعب السوداني جميعا. والله المباراة يعني عموما جميلة جدا، يعني أحسن مباراة لعبت، يعني الفريقين لعبوا كرة جميلة، وبس الهلال ضيع كثير، والمريخ استغل الفرص وهو من كم هجمة جاب جونين، لكن عموما المباراة جميلة والله ما فيها كلام، الحمد لله. طيب بعد معسكر الهلال الإعداد، يعني معسكر كان فترة قبل المباراة، فبتفتكر إنه معسكر كان ناجح ولا فاشل بعد النتيجة اللي عرض لها الهلال؟ والله المعسكر عموما ما ادى الحاجه المطلوبه، لانه الهلال اغلب الفرق اللي لاقاها هناك فرق درجه ثالثه درجه ثانيه، يعني ما زي المريخ. المريخ لاقى الفرق الدوري الممتاز، ما زي المريخ. عموما يعني بالحقيقه المعسكر فاشل، يعني ما فيه حاجه كده ملموسه زي الحاجه. طيب وصيتك اللعيبه والجهاز الفني والاداره في القادم شنو؟ والله نلعب بمسؤولية. أنا حقيقة أنا بشجع المريخ، لكن الهلال ما الهلال اللي بنعرفه نحن. الهلال محتاج يعني غربلة، محتاج غربلة كثير، يعني لعيبة كبروا، في يعني هو في لعيبة لكن محتاج غربلة الهلال. إن شاء الله ربنا يصلح، إن شاء الله. الله يديك العافية. تسلم. شكرا لك، الله يخليك. مباراة الهلال اللي انتهت 2-0 والهلال طلع منا مهزوم، هنتواصل ونشوف الآراء المختلفة في الشارع العام. اللي كان معانا قبل شوية مشجع من ريخابي، لكن قال كلام جميل في حق الهلال ورأيه كان جميل في حق الهلال. صباح الخير عليك. صباح النور، الله يديك العافية. الله يخليك يا أخي. أول حاجة بهني فريق المريخ بالفوز العريض، ولعبوا بحماس ورجولة وأدى مباراة في قمة الروعة، بالرغم من الغاف والغيابات الكثيرة في المريخ، لكن أثبتوا إنه المريخ بمن حضر. يعني بقول لهم ألف ألف مبروك لجماهير المريخ. الله يديك العافية. إن شاء الله يا رب القادم أحلى للهلال. والله إن شاء الله يديك العافية، الله يخليك. أنا شاكراك كثير. الله يديك العافية أستاذة، الله يديك العافية. تسلم يا الله. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، أسعد أوقاتكم ويسعد صباحكم. دي كانت محطتنا من الشارع العام، واصلنا فيها عن نتيجة مباراة الهلال والمريخ اللي كانت امبارح، الأداء، النتيجة، التشكيلة. فبنتمنى انه يكون القادم احلى، بنتمنى انه الهلال نتائجه في الجاي تكون افضل وتكون بتشبه الهلال حقيقي. انتهت محطتنا من الشارع العام، نرجع لمعزة داخل استوديو الموج الازرق.